اي كيو متربول العمليات صفحة 53 تيست 11. السؤال الأول، العملية معطى A دائرة B بيساوي A مربع، يعني نقرأها مربع الأول ناقص الثاني، يعني 3 مربع ناقص 9 ويساوي 0. السؤال 4، نقرأ العملية مثلث بالشكل ضعفي الأول زائد الثاني، وعند تطبيقها على 8 و 12، إذن 2 ضرب 8 زائد 12، هاي العملية سهم الآن، ثم 12 مثلث 8، إذن صار 12 هو الأول، إذن 2 ضرب 12 زائد الثاني. نحسب نتيجة القوس الأول ثم نتيجة القوس الثاني، وبعدها بنشتغل على عملية السهم. هنا ينطبق على هاي العمليات نفس ما ينطبق على العمليات العادية اللي بنعرفها من أولويات العمليات الحسابية، يعني ما داخل الأقواس قبل. ف 16 زائد 12 28 أو سهم 24 و 8 32. هلأ شو بتقول عملية السهم؟ الأول زائد الثاني، ف 28 زائد 32 50 60. السؤال الثاني، العملية قلب هي جداء العددين على 3، إذا 3 ضرب 6 على 3، ثم دائرة كمان 3 و 2 من 3 ضرب 2 على 3، بصير 6 دائرة 2. الدائرة هي الأول مربع فقط، يعني 6 مربع ف 6 و 3. سؤال 5، العملية دائرة هي الأول أس الثاني، فإذا 6 دائرة 2 بصير 6 أس 2 مثلث 5 أس 2، فصار 36 مثلث 25. العملية مثلث هي الأول ناقص الثاني، ف 36 ناقص 25 والناتج 11. سؤال 3، العملية سهم هي جداء العددين ناقص 3، ف 3 سهم 2، إذا 3 ب 2 ناقص 3 دائرة، كمان الأربعة مع 2 هي 4 ضرب 2 ناقص 3، 3 ب 2 6 ناقص 3 3 دائرة، 8 ناقص 3 5. الآن العملية دائرة هي مربع الأول زائد مربع الثاني، ف 3 مربع زائد 5 مربع 9 و 25 و 34. السؤال السادس، العملية دائرة هي مربع الأول زائد الثاني، بالتالي رح تبقى على 4 و 12، بيصير مربع الأول 4 مربع زائد الثاني 12 يساوي، كمان رح تبقى على C و 3، هون صار C هو الحد الأول، يعني C مربع زائد الثاني 3. هلا صار في عندي معادلة فيها مجهول هو C، ف 4 مربع 16 و 9، إذا نقلنا 3، 16 و 9 25 يساوي C مربع، إذا C تساوي 5. الصفحة 54، العملية دائرة هي 3 أضعاف المجموع، إذا 3 ب 7 زائد 8 مثلث أسود. العملية مثلث أبيض هي 2 بالمجموع، ف 6 زائد 4 والكل ب 2. هلا 8 و 5 7 و 8 15 في 3 45 مثلث أسود، 6 و 4 10 و 2 20. هلا المثلث الأسود هو الأول زائد الثاني ناقص 10، فالأول هون صار 45 والثاني 20 ناقص 10،
45 و10 55. سؤال 10، مربع الأول ناقص الثاني، فمربع الأول هو 5 مربع ناقص الثاني يساوي 10، صارت معادلة. فإكس بيساوي 10، 25 ناقص 10، الناتج 15. السؤال الثامن، المربع الأول زائد 4 بالثاني، يعني المربع، ولكن لازم ننفذ المثلث قبل، فبيجي للمثلث 3 أضعاف الأول ناقص الثاني، ف3 ب3 ناقص 8 مربع 3 ب5 ناقص 10، 9 ناقص 8 1 مربع، 15 ناقص 10 5. الآن نجي نرجع للمربع الأول زائد 4 بالثاني، ف1 زائد 4 ب5 21. سؤال 11، الآن لحتى أحسن نفذ عملية المربع لازم يكون الحد الأول بشكل مشابه لأي مربع، فإذا أنا بدي أطبق هاي عملية المربع على 121 و9، فال121 بكتبها بشكل مشابه للأي مربع بتصير 11 مربع، مع العملية مربع 9 لازم أكتبها بشكل بيشابه 3 بي، فبتصير 3 بي 3. مثلث نفس الأمر على 36 و6، 36 بدي أعملها بشكل مشابه لأي مربع، فبتصير 6 مربع مربع 6 بتصير 3 ب2. هلا بننفذ المربع، المربع شو بيقول؟ 2 ضرب الأول، بس مو الأول هو أي مربع كله، بس الأي الأساس. إذا 2 ضرب 11 ناقص الثاني، هلا الثاني بي هو هاد فقط، يعني هون 3 مثلث. 6 ب2 ناقص الثاني، الثاني هون صار ب2. إذا 22 ناقص 3 19 مثلث، 6 ب2 12 ناقص 2 10. هلا بنيجي للمثلث، المثلث بيقول جدائهم على 5، ف19 ب10 على 5، 5 وال10 بضل 2، ف19 ب2 38. السؤال التاسع، المربع هو الأول زائد الثاني زائد 2، فإذا 8 زائد 2 زائد 2 نجمة، كمان 5 زائد 3 زائد 2، فصار هون عندي 12 نجمة 10. النجمة بتقول هي جدائهم، ف12 ضرب 10 فيساوي 120. سؤال 12، الدائرة تقول الأول في الثاني ناقص 1، يعني 5 ب4 ناقص 1 هاد بدي مثلث مع 7 ب3 ناقص 1، 5 ب3 15 و7 ب2 14. المثلث شو حكى؟ 2 بالأول ناقص الثاني، يعني 2 ب15 ناقص 14، 30 ناقص 14 16.